امسك ايده. ورشدي امسك ايده. هلا مو كل شغله بدها اسئله. امسك ايده بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما له بالعادة يتأخر كل شيء وسكر موبايله كمان، مو معقول. لطفك يا رب. اوكي وحمى روحي نامي انت الثانية. ما بدي نام وأنا متلك خايفة على المدام عبير. والله العظيم خفت عليكي كثير تأخرتي. لا تخافي علي وليه؟ ما بتعرفيني بألف رجال؟ وحياة عيونك وغلاوتك عندي ما حدا بيقدر يمس شعرة من راسك وأنا موجودة. وهذا معتصم انسيه، ما عاد يسترجي يقرب عليكي. تقبري قلبي يا عبورة. إيه أنت اللي تقبري قلبي. إيه بعدين ليش فايقة؟ ما اتفقنا انك ترتاحي؟ امشي امشي. الحمد لله على سلامتك مدام. الله يسلمك يا حبيبتي، سوي لنا شي نشربه. من عيوني. شبيك صار معي ظرف. لك جاية ولي هبلة؟ جاية ظبطي لنا الوضع مع المدام لبين ما أوصل. يلا حلي. صباح الخير. مين انت؟ فطوم. مين فطوم؟ وين انا؟ امبارح انا وراجعة بالليل على الطريق لقيتك ملقوح، حملتك وجبتك لهون على المشفى. هلا الحمد لله على سلامتك. بس شوفي شو اللي صاير معك؟ ايه مضبوط. امبارح هجموا علي عالم وسرقوا لي سيارة. ايه ممكن احكي تليفون من موبايلك؟ اللي كان طبعا. بس لا افتح لك المتسر دايما. تفضل. ايه بابا انا وائل. بابا انا بالمشفى تعال عندي. تفضل تفضل. اهلين حجي. مشفى الامل نحن. ايه ماشي ولا يهمك. على عين على عين. مع السلامه. وينك؟ يستر على عرضك. هلا انا بعد شوي بدي اطلع مشان نادي الشرطه. لك هدول اخذوا لي هويتي مفكريني اني انا اللي ضربتك. مشان الله قل لهم انه مالي علاقه، انا عندي شغل بدي الحقه. الله يخليك. لا تاكلي هم، كتر خيرك. امي
ومين هاي لونو؟ أصلي. لا 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 ليك لا تنام لا تنام مشان تعرف شو بدك تقول لهم. ركز الله يوفقك. يلا كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام؟ مشتاقت لك والله. أنت كيفك؟ طمني شو الأخبار؟ الأخبار عندك؟ شو صاير بين عادل وهنادي؟ قال عادل مطلق مرته الأولانية ومعتصم بده يفرمه. لحقت تسمع؟ شو أساس ما بتعرفي؟ ما رحتي لعنده على الفيلا وبلشتي تهددي لمعتصم؟ منين لك هالقوة؟ ولك هذا مجنون؟ لا لا شو هالحكي رامز بيك؟ ما بتعرف إنه الخوف ما بيعرف طريقة لعبير؟ بعدين كيف بدي خافه أنت وراي؟ أنا اللي وراكي ولا أبو الرجاء؟ لك أنت اللي بينخاف منك. والله مالك قليلة بنوب. لا ما بخوف، قلبي طيب، بس عندي خطوط حمر إذا حتى تجاوزها بصير بخوف. شو هلا هيك بدنا نضيع التليفون نحكي؟ صار بدها سهرة ما هي؟ أي والله صار بدها سهرة. أنا كمان بدي حاكيك ببزنس جديد، بدي أخذ رأيك فيه. عندك بمزرعة؟ أي خلاص مثل العادة. ماشي يلا باي. خلاص أنا بنسق معك وبحاكيك ونتفق على الوقت. يلا باي باي. هاي هاي حبيبتي. كيفك مدام؟ أهلين. هاي نادين البنت اللي قلتي لي عنها شطورة. أوكي يا روحي، تركيني أحكي أنا وياها شوي، أنت روحي كفي تدريبك. أوكي. عادي حبيبتي، ليش واقفة؟ اسمك حلو يا نادين، تعرفي شو معناته؟ شي له علاقة بالأمنيات. وأكيد أنت عندك أمنيات ما هيك؟ طبعاً، ما في حدا ما عنده. أكيد. يا ترى أنت بتجي على النادي مشان تتسلي ولا مشان شي تاني؟ لا أنا حابة يصير شي بهذا المجال. ما خاب ظني، من أول ما شفتك شفت بعيونك لمعة ذكاء. أنت حابة المجال ولا حابة اللي بتوصلي له بهذا المجال؟ يمكن الاثنين. بتعرفي ذكرتيني بحالي لما كنت بعمرك، كان عندي غاية وهدف وطموح، بس كمان كان بتهمني الوسيلة. يا ترى انت بتهمك الوسيلة؟ بصراحة ما كتير.
يعني وبعدين؟ وبعدين؟ هلا هيك صار مستوى الحديث بيناتنا؟ لأنه من الأساس ما لازم يكون في تليفون بيناتنا رؤوف. صرت ألف مرة قايلت لك أنا من عندي خالصة، قصتنا ما لها ظابطة، فارتاح وريحني. شلون يعني ارتاح وريحني؟ شلون يعني؟ طيب وأنا شو كلب؟ هيك ترميني؟ لك يا نادين، يا عمري، يا روحي، ما عم بقدر. عم أقول هي آخر مرة بدق لها وهي آخر مرة بشوفها. لا عم بقدر نام وحياتك، ولا عم بقدر أعمل شيء، مكركبة حياتي كلها. والله مخنوق بلاكي. وأنا مخنوقة معك. ما عاد الطايقة تحاسبني على الكبيرة والصغيرة وتعمل وصي علي. كل مرة بتقول ما عاد تحاصرني وتجور علي وبترجع مثل الأول. دايمة رؤوف، دايمة. ولا حرف. رح يجي يوم وتندمي وبكره بذكرك. يا ستي اندم الله لا يردني، منيح؟ صحي شو كان بدها منك المدام عبير؟ ولا شيء. امشي. اهلا وسهلا بست عبير. كيفك رامز بيك؟ والله تمام، هلا هلا. الحمد لله. نادين. اهلا وسهلا يا نادين. كيفك رامز بيك؟ هلا، تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا، هلا. ست الكل، مخالفة بيت منطقة المالكي 600 متر والله تقيلة. لو بقرنة تاني الواحد بيحكي، بس العين هنيك هيك كتير مفتحة، الغلطة بكفرة فيها فرم أصابيع ما بتمرق. شو بنا رامز بيك، ولو انت قد وقدود ما في شي بيصعب عليك، السيرة رزقتها كتير كبيرة. بعدين يا سيدي، إذا ما بدك تعمل تسوية على المخالفة فيك تحكي مع اللجنة. إذا بتقدر تجيب موافقة على بناء نظامي بيكون أحسن وأحسن، والمبلغ اللي بدك إياه رح يوصل لعندك. وينك؟ ولك ألو؟ معلمكم وقت يعمل هيك حفلات بالعادة انتو المرافقة ما بيطعميكم. يا شو بدك؟ جحت، أنا جحت. ليك بتروح من هون هديك الطاولة وبتنقي أكبر صحن وبتجيب لي من كل شغلة شغلة وبتجي انت تهر. شو بتدفعني؟ يوسخ.
يلا حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سلامتك حبيبي. شوي 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 يا بابا. على مهلك على مهلك. شوي شوي. ها؟ نور البيت وجودك. أهلا وسهلا. إن شاء الله أحسن. الحمد لله. يلا تعال. وأقعد هون شوي وارتاح. على مهلك عمي. شوي 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 سلامة راحك. بتحبوا أعملكم شو؟ لا بس عملي له عصير فريش لأن الدكتور وصى لازم يشرب سوائل كتير. وخدي هذا كيس الأدوية مكتوب عليه كل التعليمات وانتبهي على المواعيد مزبوطة. حاضر. يلا سوي له عصير فريش. سلامة روحك حبيبي. وائل حبيبي لا تفكر كتير، لك فداك ألف سيارة وألف موبايل، المهم أنك أنت بخير والحمد لله. هدول الحرامية بكرة بعد بكرة الشرطة بتمسكهم. صحيح ما قلت لي مين هاي البنت يلي أنقذتك؟ ما بعرفها بابا، قالت لي إنه اسمها فطو. بابا هاي البنت أنقذت حياتي، أنا لازم أشوفها وأتشكرها. تكرم عينك، رقم موبايلة عندي، مو حكيت معي من موبايلة أنت؟ بكرة بتصل فيها وبعزمها لهون لعنا ومنقوم بالواجب ومنقدم لها هدية كمان، منيح هيك؟ الله يخلي لي إياك يا بابا وطول بعمرك يا رب. الله يسلمك حبيبي، المهم هلا أنت ارتاح ولا تفكر باللي صار. ابو سعيد شو عم تعمل؟ ما قلت لك 100 مرة بتمسح وقت البريك؟ لك يا معلمتي والله حيرتيني، والله حيرتيني، ما قلتي لي كل ما بتجلغ المرايا امسحهم مشان يبين هزات الخصر تبعنا، عم بعمل مثل ما قلتي لي وعم تقولي لي الله لا يعطيك العافية شو بدي تساوي؟ روح روح شوف شغلك خلصني. امرك معلمتي. تم 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 استراحة صبايا. نادين تعيشي. انتي منيحة؟ ايه منيحة كوتش. شايفتك مو مركزة شو قصتك؟ لا تمام. إذا في شي حبيت تحكي أنا موجودة بأي وقت. ايه لا ايه قومي اندومي. ايه شو اعمل بحالي؟ اخرط حالي سكينه بالقلب طالعه من النخاع الشوكي. انت بس شاطر بالحكي. انا بس شاطر بالحكي؟ هلا وحالا وبالا رح اثبت لك العكس. معلم لو سمحت بدي اطلع انا والخطيبه هيك مشوار. مو مثل العاده نصيه وما بطول. طيب منت علينا. شرف شرف يا جميل شرف. لازم احكي مع الدهان دقيقة. دهان
شو بليلى؟ ايه حبيب معيتك، بدي اجي انا والخطيبه هيك نشوف وين وصلت بالدهان. لو سمحت اذا بتطلع لك هيك نتوفه اترك لي المفتاح فوق الجرس. عقيل عن جرس اهلك انت والمفتاح والخطيبه، هلا وقتها. حبيب القلب الله يعزك، الله يعزك حبيبي حبيبي. شكرا شكرا شكرا. شرف يا جميل، شرف بيتك ومطرحك، شرف. الف الحمد لله قدرنا نوصل بالتبرعات لاكبر عدد ممكن من العيال. هذا كله فضل من رب العالمين ورفع درجات ان شاء الله. وربنا لما بيختار شخص ليكون من الاخيار والصالحين بيكون بيحبه يا سلمى. اي والله الحمد لله، الله يزيدنا من نعمه. وانا مثل العاده اي نقص بيصير وبقدر ساعد فيه خبريني فورا دون تواني. باذن الله. يلا حبيبتي لازمك شيء؟ سلامة قلبك. انا رح اروح تاخرت. يلا الله معك. الله يسلمك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله ييسر لك يا رب. الله معك. سالم مطولين لنوصل؟ يا ريتك ما حكيتي. ها ليكو البيت. ايه بس كتير بعيد. حبيبي بدك تتعودي، ما عنده راح يصير بيتك ان شاء الله. وينه رجلك اليمين يا عروس؟ هاد بيت ولا ورشة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو بدك بهالسيرة انت هلا؟ شو فهمك بدهان؟ شو بدي بهالسيرة بعدين؟ شو هاد الغسيل؟ سالم انا مو شايفة شي مدهون. طيب يا ستي بما انك بتشتغلي دهانة حياتك شفتي دهان بدهان من برا لجوا، اكيد دهان الشاطر بدهان من جوا لبرا. تعالي فرجيك الغرف. ايه مسكت لك ايدك شوف داهن لك ازرق وداهن لك سماوي وداهن لك فستقي عامل لك اياها هيك واحد بلش من غرفه النوم بعدين بيطلع لبرا. عزو هلا بلو بيعها المحبوسه تبعها. نزل ايدك لك حمار رومن هون يفضع عرضك. ايه يفضح مية وعرضه بدي لعن شرفك ناطرك هلا لاعطيلك لترجع. كيف عملت هيك؟ يعني شو عملنا؟ ونحن بنحب بعض وبدنا نتجوز. نحب بعض وبدنا نتجوز يا قد الكلب. بعده بدنا نتجوز يا قد الكلب غصبا عني يا كلب يا حيوان غصبا عني. اهدي اهدي غصبا عني. لك شو صار لك؟ اهدي يا كذاب يا واطي. لك وين رايح ارتعي وطي صوتي؟ لك شو عم تساوي لك مضروبه؟ غصبا عني يا قد الكلب تركني صوتك بعد عني بعد عني بعد عني
نسوي؟ شو عم نسوي؟ شو عم نسوي؟ بدي اذبح اخذ لحالي. بدي هاي السكينه حتى تشرح. بعد عني عملك، بعد عني. بعد عني. شو عم تسوي؟ تعي لهون. وين رايحه؟ ما رح تطلع من هون لحتى فهمك. شو بدك تفهمني؟ لك بدي فهمك اني بدي اتجوزك. لك انت حبيبتي، انت عمري شو مفكره حالك؟ لك بدنا نتجوز شبك يا مجنونه، بدنا نتجوز. كيف وحياه عيونك؟ انا ما قدرت امسك حالي، ما قدرت امسك حالي، شو اعمل؟ لك قدامي كل هالجمال وقاوم، ما عم بقدر. وحياتك، من بكره لننزل على المحكمه وتصيري مرتي على سنة الله ورسوله. كذاب. لك حمار انت حمار، لميتوا الحاره كلها بصواتكم يا زلمه. عزو لا تقول لي عزو، قضيناها من محل لمحل ومن قرن لقرن من ورا اهلك، ولا بدك تكن ولا بدك تهدى. لك يا حمار، لك هاي القصص اللي عم تعملها الله وكيلك اخرتها سد، بيذبحوك ما حدا بيعرف يفكك. اخي اسمع، شو وقت اللي بدي اوقع لا تقرب علي منيح هيك، طلع من راسي سكر الباب. ها اطلع من راسك، بس وحياة اختي، المرة الجاية أي شيء بيصير معك لا بفكك ولا إلي علاقة فيك. شو بدك هلا؟ فهمني شو بدك لأعطيك خلاصته؟ عمو ما فيكم تشوفوا واحد مبسوط يعني؟ التصاميم الثانية على رواق، بس افضى بشوفهم. اوكي، مع السلامة. صباحو يا روحة. شمستك عالية. اي والله ما نمت منيح. طمنيني عنك، كيفك اليوم؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. ليه ما عم تشربي شيء؟ ليه رايقة ما عملت لك شيء؟ ما بعرف، ما لقيتها، مو هون. شو هالحكي؟ مستحيل. وين بدها تكون؟ خليني حاكي يلا شوف وينها. اخ اخ، قريب ما عم ترد. هلا ما بتلاقيها اللي اجت، بس ما لها بالعاده تروح قبل ما فيق. ولا يهمك، انت ريحي شوي وانا قايمه اسوي لك العصير بايدي. بتعرف يا جوزيف؟ اللي كمل بيك. آخر مرة طلعت من البلد كنت عم بتأمل هالطريق وسأل حالي يا ترى بدي يرجع مرة تانية لهون ولا لا. ولكن رجعت. سنين مرت مثل لمح البصر. لأنا بتذكر الشوفير اللي أخذني آخر مرة على المطار. بتذكر ملامحه الغريبة.
كان عنده شامي فوق عينه اليمين. ولهلا بتذكر سؤال كنت اساله لحاضر. وشو هو السؤال كامل بيك؟ كنت عم بسال حالي يا ترى شو المفروض يعمل الانسان لما بيحس حاله صار وحش؟